السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وكما تعودنا حبيباتي قبل بداية شرح الدرس، ينبغي أولاً أن نتعرف على القيمة الإسبوعية. والقيمة الإسبوعية هي الإيثار، ومعنى كلمة الإيثار هي تفضيل الغير على النفس. هيا بنا لكي نتعرف معا على قوانين التعلم عن بعد. أولا، أختار مكان هادئ للجلوس. ثانيا، أتأكد من وجود كتبي وأدواتي. ثالثا، أجلس جلسة صحيحة أمام الجهاز. رابعا، أشاهد الدروس المصورة جيدا ثم أحل الواجب. خامسا، أحل واجباتي اليومية والأسبوعية في مواعيدها المحددة. سادساً، أعتمد على نفسي أثناء الحل. ولذلك حبيباتي، لابد أن نتبع هذه القوانين لكي نصل إلى النجاح والتفوق. وقبل أن نبدأ دراستنا بدرس اليوم حبيباتي، ينبغي علينا أولا التعرف على كيف أحافظ على سلامتي وسلامة الآخرين وسلامة أصدقائي من فيروس كورونا. أولا، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر. ثانيا، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. ثالثا، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. رابعا، غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان الإيمان بالملائكة، وهذا الدرس يندرج تحت المجال الثالث من مجالات التربية الإسلامية، وهو مجال العقيدة الإسلامية. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على أهداف الدرس. الهدف الأول أن تعرف الطالبة مفهوم الملائكة تعريفا صحيحا. والهدف الثاني أن تعدد الطالبة بعض صفات الملائكة. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 44، وذلك للتعرف على التهيئة. أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآيات حبيباتي من سورة الشعراء. السؤال الأول حبيباتي: من الملك الذي نزل بالقرآن الكريم؟ هيا حبيباتي، من الملك الذي نزل بالوحي على القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم حبيباتي، جبريل عليه السلام. السؤال الثاني: هل تعرف أسماء بعض الملائكة الآخرين؟ اذكرها. أحسنتم، إسرافيل، مالك، ميكائيل. هيا
هي من حبيباتي اللي كان انتقل معا إلى الهدف الأول، وهي أن تعرف الطالبة مفهوم الملائكة تعريفا صحيحا. وتعريف الملائكة: هم مخلوقات نورانية، أي خلقت من نور عظيمة قوية، خلقهم الله تعالى. لماذا حبيباتي؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة؟ أحسنتم، لعبادته وتنفيذ أوامره. هيا بنا حبيباتي لكي ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تعدد الطالبة بعض صفات الملائكة. والآن حبيباتي، أريد منكن الإجابة على هذا السؤال: من يتصف بالأكل والشرب والنوم؟ أحسنتم حبيباتي، البشر. من يتصف بالمعصية والطاعة؟ هيا حبيباتي، أحسنتم، البشر. والآن حبيباتي، ما هي صفات الملائكة؟ من صفات الملائكة حبيباتي أنهم مخلوقون من نور، وأيضا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، كما أنهم معصومون من الذنوب والمعاصي، وأيضا يسبحون الله ليل نهار. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تكون بفتح مصدر التعلم صفحة 45، وذلك الإجابة على النشاط الموجود بالصفحة. أما كنا حبيباتي جدول المطلوب المقارنة بين البشر والملائكة في الأمور التي أمامكن. أولا، أصل الخلق: الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وخلق البشر من طين. الطاعة والمعصية: الملائكة يطيعون الله ولا يعصونه، أما البشر يطيعون ويعصون. الأكل والشرب: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، أما البشر يأكلون ويشربون. التعب والملل: لا يتعبون ولا يملون، أما البشر يتعبون ويملون. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تكون بفتح مصدر التعلم صفحة 48، وذلك الإجابة على السؤال 1 في أولا: وضح مفهوم الملائكة. هيا حبيباتي، أحسنتم، هم مخلوقات نورانية عظيمة قوية، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره. أحسنتم حبيباتي.